السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت البنات ندير لكم واحد الدويره هنايا في الكلوب. جيت بالجمعه لحقاش السبت والحد كان غادي يكون الكونكور وداز رائع ما شاء الله، واللي دازوا عندي الواتساب وبقى فيهم الحال ما كانوش عارفين راه السبت والحد الجاي ان شاء الله كاين كونكور اخر. هاني علمتكم هذا الكلوب اللي في المحمديه، واللي باغا لوكاليزاسيون انا دائما كنخلي النمره الواتساب ديالي وكتدخلوا عندي وكنصيفط لكم لوكاليزاسيون ديال الكلوب. كيف كتشوفوا هذا راه الباركينغ ديال الكلوب نهار الجمعه فاش مشيت صورت. ما شاء الله السبت والحد كانت الدنيا عامره وكانوا اجواء رائعه رائعه. راني صورت لكم شويه ديال هكايا لي كافالي هكايا كينقزوا لي زوبستاكل اللي بغى يجي. راه شنقول لكم ما شاء الله انا بعدا كاين راه واحد الراحه النفسيه كنلقى في هذا الكلوب. انا كنقول مرا واخا ما عرفتش فين تديوني الكلوب ديال اي بلاصه كيبقى عندي انايا هذا هو الطوب. كبرت فيه انا وليداتي كيف كتشوفوا ما شاء الله كاينين الالعاب للوليدات الصغار. واللي كيسولني على الدخله كيقولوا لي سعيده واش غراتوي؟ الدخله غراتوي، وكي راه كاين الكافي كاين الريستورون عفوا كاين الريستورون اللي بغى ياكل، كاين الكافي اللي بغى ياخذ غير قهيوه، كاين يعني كل شيء متوفر البنات. وكانت اجواء رائعه والله العظيم الا كانت اجواء رائعه. انا فرحانه 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 اللي عاود الكلوب رجع النشاط ديالو ما شاء الله، وزعما الله يكون في عونهم ما شاء الله ضربوا تماره كثيره باش الكلوب عاود رجع تصلح. هنايا كنعيط لكم في هادو لي بوكس هنايا هاد الجهه كاينين لي بوكس ديال الخيل، وهادي اللي شاد لكم دابا هذه هي لا كارير فين غادي باقي غادي يحطوا فيها لي زوبستاكل. غادي نوريكم راه غادي راه صورت لكم كل شيء هنايا فين كان الكونكور اون فاس مع لا كارير كاينه الريستورون كافي ريستورون فين كيجلس الواحد واحد الجليسه ما شاء الله رائعه البنات. ما نكثرش عليكم الهضره ونخليكم تشوفوا الاجواء كيفاش كانت. واللي بغات تجي كيف قلت لكم السبت والحد الماجي راه كاين الكونكور، وبلا كونكور راه اللي بغى يتقيد بحال هكايا راه كيخلص العام من بعد كيبقى يخلص واحد النسبه ديال كل شهر. المهم هذا الشيء راه الناس اللي متكلفين بالمحل ديالهم هما اللي غادي يشرحوا لكم فحال هذا الشيء، حيت شحال وحده سولات قالت لي شحال زعما كاينه شحال كيديروا شحال العام شحال الشهر، انا ما عنديش معلومات كافيه. بنتي الصراحه بنتي عارفه، ولكن ان شاء الله الا جيتوا غتسولوا اولا حتى اللي بغى التليفون ديال السيده ومهتمه راه نعطيه ليها ان شاء الله. المهم نخليكم تضربوا دويره هادي هانتوما هنايا راه حتى اللي ما بغاش يجلس مثلا برا وبغى يجلس لداخل راه كاين بحال هكا عندكم حتى الشوفه هكايا لا كارير تفرجوا وانتم لداخل في الكافي. هادي التيغاس اللي كاينه الفوق حتى هي راه كانوا داروا فيها هكايا كراسا ولي باراسول اللي بغى يتفرج هكايا في لي تيغاس. ان شاء الله غادي يعجبكم غيعجبكم بزاف هاد الكلوب. عرفتي راه انايا اللي واقفه على هاد الشيء كامل هانتوما باش غيفطروا الناس غدا ياك امينه. عرفتي راه انا اللي وجدت هاد الشيء كامل زعما الله يسمح لكم مني. شوفوا النقا وشوفوا هانتوما شوفوا تبارك الله سمعتي اختي على امينه تبارك الله تبارك الله تبارك الله. صحه امينه والله الله يعطيني الصحه انا اللي صوبت هذا الشيء. ها شوفوا تبارك الله هادشي دابا الفطور ديال الصباح ياك الصباح هاد البريه هي غنجيب لها فطور. ها انتم البنات ندير لكم فيديو اخر شوفوا الدنيا كي ولات ما شاء الله. ها انتم شوفوا هاد البلايصه هادي انا غنديكم تشوفوا واحد الغزالات. صبر صبر غيتا كتوكليهم من هنايا القرون شكون ديال القرون تما وحل طاح ليه كل عام تيطيحو كيفاش طاح ليه وحل ليه هنايا مام كل عام تيطيح ليه فوالا غا كيطيحو هكاك وشكون اللي وحلو هنا لا هو كان تيضرب وطاح بغيتيه ها راه ليا غزال كاين شي واحد اخر ها هي الاخر ثاني نشوف نقلب عليه
هذا هو الفرج اللي جبتو معاد انصاف، هذاك فرج بنتي هذا ياك. عقلت عليه. شوفوا سبحان الله البنات، هاد الغزال كل عام كيبدل القرن ديالو. دابا هاد القرن فيه 4 تاع الريوس خارجين، دار 4 سنين، العام الجاي غادي يدير 5 سنين، غادي يلوح القرن ديالو فيه 5 ديال القرينات خارجين سبحان الله، ويدير 6 سنين تلقاو فيه 6 سبحان الله. حتى اللي ما عارفش هاد المعلومه نوريها ليه، حتى انا دابا يلاه ماشي بزاف باش عرفتها. كيف كتشوفوا البنات النهار ديال الكونكور جينا عنب بوري صبحنا عليهم. راني قلتها ودرتها، قلت لها راني جايه نفطر. ما شاء الله كاين كل شيء، الخير موجود الحمد لله. شوفوا شوفوا هذه الاجواء غزاله. عرفتي راه كنبغي نخلي لكم الصوت ولكن كنضطر نحيدو لحقاش كتكون الموسيقى، والموسيقى كتجينا عليها الكوبي رايت، فهاد الشيء علاش كنضطر نحيد الموسيقى وكنضطر ندير المونتاج ونهضر معاكم. وكيف كتشوفوا هذا هو الستوند المتواضع البسيط اللي حطيت انايا تما كاينه، ونهار الثاني كانت حطات حدايا واحد الكينيا البنات ما شاء الله عليها كانت توب. ولكن غنخرجهم اليوم. امين اختي اش هذا الشيء؟ عري عري اختي نشوف عندك. شتي انت اللي يلاه صوبتي؟ لا هادشي صايبه الحادقه ديال انت اللي صوبه. تبارك الله تبارك الله تجي غزال. ها شفت اللي بانان؟ ارا نشوف اختي، ارا نشوف. بركه انت صاحبتي 100 درهم الساعه. صافي صافي. قول لها سيري تفاهمي مع رياض. لينا لينا كفتها فاك الفوتوغراف. اي واحد ما كاينش محسن. صافي واحد دابا عليك. Avec un temps pire, selon l'article 274.5 de la Fédération royale marocaine des sports et des en temps pire. هنايا البنات كيف كتشوفوا ملي كيساليو لي كافاليي كيعطيو الهدايا بحال اي مباراه كانت، كيعطيو الهدايا اللي هو كيجي الاول والثاني والثالث على ما اظن واقيلا حتى الرابع. المهم كياخذوا ديك الهدايا ديالهم ومن بعد كيديروا الدوره الشرفيه ديالهم وكلشي كيمشي فرحان الحمد لله. المهم ان شاء الله ما تزقلوهاش السبت والحد الجاي نتلاقاو تما كينا ونتجمعوا، راه كتكون اجواء غزاله البنات. وراه كيبدا وراه من 10 تاع الصباح، العشره العشره ونص كيف قلت لكم، راه كل شيء كيكون متوفر، الفطور الغداء الكوتي كل شيء كيكون تما كينا. يعني لا داعي الانسان زعما كاين يفكر شنو يدي معاه ولا، راه كل شيء كاين تما كينا. والدخله كيف كنقول لكم راه غراتويت
وراه فحال اي بلاصه راه ممنوع نديو معنا الماكله البلاصه اللي كتكون فيها الغيستورون كتكون فيها هذا راه ممنوع كتدي معاك الماكله ديالك راه كلشي كاين تما كاينه وكاين فين يلعبوا وليداتكم وكلشي هنايا دابا البنات غادي يديروا الدوره الشرفيه ديالهم ديال هادو لي كافاليير اللي ربحوا ان شاء الله نتلاقاو ونخليكم تكملوا الفيديو ديالكم على راحتكم ان شاء الله غادي تعجبكم الاجواء البنات بزاف بزاف وبالنسبه للاخوات اللي دازوا عندي من الانستغرام وشافوا داك الكيني اللي طرطقات البنتي عنقها بواحد الطريقه عرفتي دازوا عيطوا لي اخواتاتي واش ما خفتيش ما خفتيش على بنتك تبارك الله متمكنه الدريه متمكنه راه قاريه داكشي ماشي غير جات وكدير فيه ماشي وكدير المساج لهاد لي كافالي حتى همايا كدير لهم مساج عندها شي حوايج زوينين الصراحه عجبتني واللي دازوا عندي وسولوني عليها انا دابا انا راه شديت لكم البانو ديالها فيه التليفون ديالها انا والله العظيم ايما داويه مع السيده ولا قلت ليها راه سولني شي حد اولا هاد الشيء راه غير مني انايا عجبني داك الشيء ديالها والطريقه كيفاش كيفاش كتفحص الواحد واش عنده شي عويجات في الظهر سبحان الله راه كل واحد كيعرف الدومين ديالو سبحان الله العظيم المهم اللي سولوني انا شديت لكم التليفون ديالها في البانو اللي حاطه حداها وما عرفاش ما عرفهاش واش غتكون السبت والحد الماجي والله ما عرفت معنا كنت طاقيتها نقدر نسولها في الانستغرام الا كانت راني لونسيها لكم ان شاء الله واللي كيسول على الماكله راه كاينه ماكله بلديه كاينين الطويجنات كاين ديال اللحم كاين ديال الدجاج كاين لي سالاد كاين زعلوك حنا مغاربه مولفين بهاد لي سالاد هادو ما شاء الله الفطور كاين المسمن البغرير كلشي كلشي اللي حليتو عليه فمكم كاين البيتزا اللي كتصرعها هاد السيده امينه الى عقلتو راني كنت جبتها للدار عندي راه ولينا حنا عائله راه ماشي غير صحابات ولا خدامين مع بعضياتنا ولا والله العظيم ولينا عائله وها هي الكيني اللي قلت لكم ما شاء الله راه حطيت واحد ستوري مع كنت صورته غير الطول ماشي عرض داكشي علاش ما شديتش بنتي فاش كانت كطرطق ليها عنقها ما شاء الله السيده متمكنه كيفاش كتحس بواحد الراحه من بعد المساج اللي كدير ليك مهم ما نطولش عليكم الهضره حتى الا كان شي حاجه خذوا الرقم ديالها هي تشرح لكم احسن انسان ياخذ غير المعلومات وصافي بروميير كونكورونت دو سيت ايبروف انيكان سوريا حسن سيفا باغين او كرونوميتر عفاك خرجوا من سمعتي هذا الشيء بحال الحجامة حل الحجامة غير هو ما تهبطي عاودي هبطي شوف البصان ديالك ايه والله لا يد طول من يد ماشي يد طول ولا لا ما تخافيش شوفي يدي انا هنا فين واقفه يدي انا هنا فين كاينه دابا هادشي حنا ما كنلاحظوش سبحان الله افورس ما كنشوفوك عندك عينيك كتشد هادشي سبحان الله صافي صافي ما عندها هنايا هذا ما نعرفش نشوف الفرق كاين فرق كاين فرق خاصو الخدمه هذا عاود ثاني غيتها دابا هي ملي هبطات ما تناتش رجليها ما تناتش كانت كتنيها